على الناس في غزة حتى ينتزع منهم القرار، ينتزع منهم الكرامة والعزة والشهامة والنخوة، وهذا لن يكون بإذن الله تعالى أبدا، لأن شعب غزة قرر واختار، فقراره واختياره أن يبقى صامدا ثابتا على أرضه في مواجهة هذا العدو المجرم. الحصار يزداد على المستشفيات، هناك منع للمرضى من السفر. كنا قبل أيام في زيارة لمستشفى الأمراض والأورام السرطانية المسمى بمستشفى الرنتيسي، حيث كان للأطفال ثم تحول إلى مجمع للأمراض والأورام السرطانية، وسمعنا ما سمعنا من معاناة الناس. الذي يصاب بمرض السرطان لا يجد الدواء ولا يسمح له بالسفر، إذن هو ينتظر الهلاك، ينتظر الموت في كل لحظة. هذا هو واقعنا في المستشفيات، لا يوجد علاجات، لا يوجد أطباء يقومون بأعمالهم العلاجية الطبية. الآن ننتقل الكلمة من جانبكم، فنتفضل الأستاذ الفاضل محمد العمادي على بركة الله. الإشارة الأستاذ ناصر القصير عضو مجلس النواب، وبالتالي نمثل مختلف أطياف وكتل المجلس وحتى مذاهب المجلس، كلنا مجتمعين اليوم لنقول لكم كلمة واحدة، أننا جميعا نحاول أن نبذل كل جهودنا وكل ما نستطيعه لمناصرة قضية فلسطين، كل فلسطين، سواء كانت في القدس أو في غزة أو في الضفة أو في عموم فلسطين 48. وضعنا نحن كلجنة ثلاث أولويات أمامنا، وهي القدس وما تعانيه، وحصار غزة، وموضوع مكافحة التطبيع عندنا في البحرين أو على مستوى دول الخليج قدر المستطاع. ونحن يعني في لجنة فلسطين نحاول من خلال الآليات المتاحة، لأن أيضا تحكمنا لائحة داخلية وتحكمنا قوانين وتحكمنا إجراءات، ولكن ما يتاح لنا أن نبحث في هذه الثلاث مواضيع. نحاول أن نعيد إحياء موضوع قانون حظر التعامل مع الكيان الصهيوني، نحاول منع كونغرس الفيفا أو الوفد الإسرائيلي من دخول البحرين من خلال المشاركات الرياضية التي أعلن سابقا عنها، وأيضا هناك تحركات أخرى الأخوة في البحرين لا يعني يعملون جهدا محاولة دعم القضية الفلسطينية ومكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني. قطاع غزة ويعني لم يأمر جهدا في تحية